عليكم. اليوم نعود الى بدايه الاشغال نتاع خط السكك الحديد ديال المنجمي الغربي اللي سوف يربط اذا مدينه بشار باقصى الجنوب الغربي على حدود ولايه تندوف مع موريتانيا، يعني بمنطقه غار جبيلات على امتداد مسافه 950 كيلومتر. اذا نعاود نولي بصور جديده عن هذا المشروع وعن بدايه الاشغال وبدايه يعني الاولى الكيلومترات اللي تموا، اللي الان رانا وصلنا الى 70 كيلومتر من فتح الرواق نتاع الطريق هذا نتاع الخط، يعني خط المنجمي. نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول المستجدات نتاع المشروع هذا وحول الاشغال اللي انطلقت يعني بولايه بشار الى حدود الولايه مع تندوف على امتداد 200 كيلومتر على مستوى الى حد يعني مستوى بلديه العبادله. نخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم. الخط المنجمي للسكة الحديدية غار جبيلات تندوف بشار أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، والذي من شأنه رفع الوتيرة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذا المشروع الذي سيضمن تنمية شاملة بتندوف ويساهم في فك العزلة وتوفير يد عاملة هائلة وإعطاء إشارة انطلاق للسكة الحديدية التي تعتبر شريان اقتصادي لولاية تندوف والوطن، وذلك من خلال عنصرين مهمين: اقتصاد الوطني والمحلي للولاية، وكذلك فك العزلة عن ولاية تندوف. أما من ناحية التوظيف، حقيقة نشاهد نشاط غير مسبوق في سوق العمل بالولاية. أشكر رئيس الجمهورية على الوعود الذي قدمها لنا وحقيقة جسدها في أرض الميدان، ومن ضمنها السكة الحديدية غار جبيلات الذي منه ضرب عصفورين بحجر واحد، اللي هو فك العزلة من تندوف وبشار وتوفير مناصب الشغل. قربنا لولاية الشمال، وثانيا استغلال الأمثل للحديد الموجود في غار جبيلات، وكذلك فتح مناصب الشغل للساكنة ولكل شباب الوطن. وهذا المشروع هو كان حلم والآن يشوف النور بفضل مجهودات سيد رئيس الجمهورية. كأضخم مشروع للسكة الحديدية على مسافة 950 كيلومتر، من شأنه تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي وصناعي بامتياز، مع مراعاة إنجازه في الآجال المحددة له. كل مؤسسة إنجاز مجندة وسخرت كل يعني العتاد وكل وسائل لإتمام وإنجاز هذا المشروع في ظرف 30 شهر. اليوم الأشغال على مستوى ولاية بشار قطعت أشواط كبيرة، فتحنا أكثر من 70 كيلومتر من الرواق. هذا المشروع الهام سيوفر ما يزيد عن 5000 منصب دائم و25 ألف منصب غير دائم. هذا المشروعين الهامين المهيكلين الذين سيؤدون لا محالة إلى قلب ولاية تندوف، من ولاية كانت تعرف إلى غاية حضور سيد رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف بأنها ذات طابع رعوي، لتصبح ذات ولاية ذات بعد اقتصادي وذات بعد منجمي. هذا المشروع الحيوي الهام الذي من شأنه أن يضع تندوف ومنطقة الجنوب الغربي في سكة نهضة تنموية شاملة.